الاجابه على اي سؤال يجي في البريفنتيف كارديولوجي انه this patient is a part of the global risk assessment. السؤال اللي انت مديهولي ده سواء كان هايبرتنشن او سواء كان دايابيتس كنترول او سواء كان تارجت ال دي ال او سواء كان مساله في صوره عيان عنده 1 2 3 4 وهتابروتش العيان ازاي، ودي اكتر صوره بتيجي في الامتحان. يعني لو بصيت في الامتحانات اللي فاتت من حتى قبل ما انا مدرس المحاضره دي دايما هو السؤال بيتحط كالاتي: مستر اكس راجل عنده 65 سنه، دايابيتيك الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 8، هايبرتنسيف بلاد بريشر بتاعه 148 على 95، ديسليبيديميك ال ال دي ال بتاعه 145، الويست سيركمفرنس بتاعه مش عارف كام، الهايت بتاعه كام، ممكن يحط لك عليه السيرم كرياتينين بتاعه كذا. How would you approach this patient؟ لان انا مش معقول انت طالب في ماجستير ولا في دكتوراه اقول لك منشن ذا مانجمنت اند تريتمنت اوف كوزز اوف سكندري هايبرتنشن. انا بهرج، ده سنه خمسه طب، انا بهرج لو قلت لك كده صح؟ انا جاي اهرج معاك، انا مالهاش لازم اجي من بيتي وادي المحاضره دي. فانت حضرتك بتتعامل مع العيان، فاول كلمه لازم تكتبها عشان تفهم اللي بيصحح ده ان انت راجل كارديولوجيست، انه حضرتك this part of the risk should be assessed within the clinical context of the global risk assessment of the patient. عشان كده هتلاقي في الاوروبيان سوسايتي اوف هايبرتنشن جايد لاينز، في الجايد لاينز بتاعت هايبرتنشن، وفي الجايد لاينز بتاعت ديسليبيديميا، وفي الجايد لاينز بتاعت البريفنتيف، وفي الجايد لاينز بتاعت الدايابيتس، كلهم اول صفحتين ثلاثه فيهم هم الجدول بتاع الفيري هاي ريسك والهاي ريسك والمودريت ريسك واللو ريسك، اللي هو ايه؟ احمر احمر فاتح برتقاني اصفر، من ايام ما انا كنت بذاكر وفي الاخر تحت خالص. هنا او هنا او هنا او هنا. الاوروبيان حط لك سيستم قال لك ده السكور، اسمه السكور. وخلي بالك ان السكور ده مقسوم اثنين سكور، طلبه الدكتوراه بقى. السكور ده الدول الهاي ريسك والدول اللو ريسك. يعني حاطط لك بقى فنلندا واسكتلندا والسويد وبلجيكا والحاجات الحلوه دي، دول لو ريسك. انما حاطط لك بقى اوكرانيا وروسيا ومش عارف ايه ولاتفيا ومش عارف ايه، ده هاي ريسك. تخيل انت بقى تبقى فين؟ يعني لو في جدول ثالث محطوط في هاي ريسك، تمام؟ بالظبط، الله ينور عليك. الله ينور عليك. فانت عندك تقسيمه لدول وعندك تقسيمه لدول. الامريكان قال لك لا انا عندي كالكوليتور اقل من 7.5 واكتر من 7.5 ومش عارف ايه، وليهم سيستم تاني في الحساب. لكن الكونسبت بتاع التفكير للي بيحط الجايد لاينز هنا واللي بيحط الجايد لاينز هنا هي وي ار نوت تريتنج ا نمبر. اوعى تتحول الى دكتور كل هدفك في الحياه انك تصل الى رقم. لا، لانه مثلا للناس بتوع الدكتوراه حته ادفانسد شويه، حضرتك لو ال دي ال بتاعك 70 وحاطط دعامه وجالك عليها ريستينوزز او ايفنت، حضرتك التارجت بتاعك انك هتنزل تحت 70 وممكن تنزل ل 55 وممكن تاد بي سي اس كي 9 بلوكس. يبقى اذا القصه مختلفه هنا. يبقى العيان ابو 70 ده اللي هو ممكن يبقى في مستر اكس مناسب جدا، هو في مستر واي فيري هاي ريسك. تمام؟ طيب انت جايب المحاضره بتاعت ريم بتاع السنه اللي فاتت؟ لا ريم عملت طيب ماشي مش هي المحاضرة دي اللي محضرها ريم وعمر مش أنا خالص، لكن أنا السنة اللي فاتت لما اديناها مع ريم وكان معاه الدكتور عادل أتربي كانت لذيذة جدا ولطيفة، وبنأبروتش فيها مع بعض كده ستيب باي ستيب، والحتت الجديدة في الجايد لاينز وإحنا معديين هنقولها. لكن أنت تاخد نص الدرجة في أي سؤال نظري لو نزلت لك المسألة بالشكل اللي بقوله لك كده على أول كلمتين إحنا قلناهم دول، أنت كده خدت نص الدرجة. الطريقة التانية اللي بتتسأل فيها الكلام دون في الامتحان الشفوي، يبقى في كروت كده يديك كارت في ايديك مثلا يقول لك ايه ده عيان، اقرا الكارت ده يكتب لك فيه نفس المواصفات برضه، الاتش دي ال والال دي ال والويست سيركمفرنس ومش عارف ايه والهيموجلوبين اي 1 سي وكذا، وتتكلم مع الدكاتره هاو تو ابروتش ذا بيشنت. لما تيجي تتكلم برضه احنا بنتكلم حضرتك احنا بنابروتش ا بيشنت وي ار نوت ابروتشنج ا لاب تيست، وبالتالي احنا بنحط هذا البيشنت في الكونتكست بتاع الجايد لاينز. لو احنا ماشيين اوروبيان هنطبق السكور، لو احنا ماشيين امريكان هنطبق الكالكوليتور، وفي النهايه هتلاقيهم هما الاثنين شبه بعض جدا في المانجمنت. تقلب منين يا كبير؟ الحته بتاعت واتس نيو واتس نوت نيو المهم اللي فيها
المهم اللي فيها حته ان انت التريتمنت جولز بتاعك، عشان الامريكان لما نزل كان عمل بوليكه كبيره قوي على ال 120 80 كتارجت. هنا احنا التارجت بتاعنا من 10 دي لسه عند ال 130 85، ونبدا نعالج امتى؟ يعني في قال لك ايه؟ When to start treatment what is your target from starting treatment؟ خلي بالك عشان ما تتلخبطش، هتلاقي الرقمين دايما بيتكرروا معاك، ال 140 وال 130. When to start لو كسرت ال 140 لما توصل لفين؟ توصل لل 130، ده التارجت بتاعك. هناك برضه بتبتدي على 140 على فكره، بس التارجت 120. فالتارجت قل. طب ليه الامريكان نزل كده؟ عشان هيقول لك الترايل اللي اتعملت اللي مش عارف ايه، مش ده بس. ما كانتش الترايل بس. اسمها ايه يا شريف؟ سبرنت ترايل. ما كانتش السبرنت ترايل بس. كان في ميتا اناليسيس تاني 12 في اللانس تتعمل على اكتر من 100,000 عيان بتوع كل ترايلز الهايبرتنشن. الاثنين دول مع بعض غيروا الجايد لاينز. لان مش ترايل لوحدها تغير الجايد لاينز، وده ميس كونسبت عند بعض الناس. السبرنت غيرت الجايد لاينز بتاعت الامريكان، اصله المين انفستيجيتور بتاع السبرنت كان هو في الكوميتي بتاعت الامريكان جايد لاينز، ما كانتش كده بس على فكره. كان في ميتا اناليسيس تاني 12 في اللانست في نفس ذات الوقت معاها على اكتر من 101,000 عيان، وقال فعلا ان انت كل ذا لور ذا بيتر لغايه 120 80. فالاثنين دول غيروا الامريكان جايد لاينز. الاوروبيان لا لسه كونزرفاتيف شويه، بنتكلم which is more logic، لان انت لما نزلت لل 120 80 في سيكتور كبير من البوبوليشن ما كانش دايجنوزد از هايبرتنسيف بيشنت، اصبح دايجنوزد از هايبرتنسيف بيشنت، فالبريفالنس اوف هايبرتنشن زاد بشكل غير طبيعي في المجتمع كله، وده ما كانش لوجيك. خلي بالك دايما الكلام ده كله ابلايد ما عدا في الناس الكبار. الناس الكبار احنا ما بنحبش نقل في البلاد بريشر قوي. ليه ما بنحبش نقل في البلاد بريشر قوي؟ حضرتك بتقيس البلاد بريشر من على ايه؟ من على البريكيال ارتري. بينما حقيقه البريشر الاصلي اللي بجد اللي انت بتقيسه في القسطره اسمه سنترال اورتيك بريشر. السنترال اورتيك بريشر ده هو اللي مسؤول عن السيريبرو فاسكولار ايفنتس والكارديو فاسكولار ايفنتس، لانه البريكيال ارتري بريفرال ارتري فبيتاثر بالاسروسكلوز بمنتهى السهوله. فممكن جدا 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 تلاقي السيستوليك عالي والدايستوليك واطي وتلاقي السيستوليك هايبرتنشن وتلاقي ارقام ثانيه خالص. بينما تقيس السنترال اول تكون انت جوه في القسطره تلاقي الضغط مختلف تماما. فتيجي للراجل ده توطي له الضغط على اساس البيركيا تلاقي الاورتك نزل قوي فجاله سريبرال هايبر برفيوجن، وده في حد ذاته بريديسبوز للسريبرال فاسكولار ايفنتس. دايستوليك بلاد بريشر تارجت اقل من 90 ما عدا في الدايبيتك اقل من 85. والانيشيشن امتى ابتدي الدواء؟ ده مهم جدا. جريد 1 هايبرتنشن ايام ما انا كنت بذاكر الجايد لاين سنه 2013 وانا بمتحن الام دي كان دايما بيقول لك كده جريد 1 هايبرتنشن 4 ويكس اور مانثس ممكن تبتدي معاه بلايف ستايل موديفيكيشن قبل ما تدي دواء. والكلام ده لا يزال سير صح؟ لا يزال سير. يعني مش اي حد جريد 1 هايبرتنشن هبتدي معاه بدواء. طب حضرتك لا بس ده جريد 1 هايبرتنشن وحط الدعامه قبل كده وجاله اكيوت كونس دول، لا ده حضرتك هنبتدي على طول. نخش برده هنا في حته الجلوبال ريسك اسيسمنت بتاع كل عيان، انه ممكن عيان ضغطه 145 واحد ثاني ضغطه 145، ده هقول له قلل الملح وستارت ووكينج وبطل التدخين وظبط الريسك فاكتورز، والثاني هقول له لا تعالى احنا هنديك دواء من الاول. لما نيجي نقول له هنديك دواء من الاول هتلاقي الدواء بقى فيه كومبيلنج انديكيشن. ده اسكيميك هنا البيتا بلوكرز هتعلى، مش اسكيميك البيتا بلوكرز هتقل. جاله ستروك قبل كده هنحط كالسيوم شان بلوكرز او اس او اربس، مش عارف ايه نحط ايه، الفا بلوكرز ما ينفعش بوسترال هايبوتنشن عشان ده سنه كبير. كل واحد هنفصل له الروشته بتاعته. ريزيستنت هايبرتنشن والحته بتاعت الديفايس بيز ثيرابي او الرينال ابليشن كانت قبل كده عماله تنزل داون 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 واتشالت ورجعت. ليه؟ رجعت ليه؟ الراشونال بتاع انها رجعت. رجعت ليه؟ الديفايسز اتغيرت. يعني قال لك جزء من القصه بتاعت الرينال دينيرفيشن دي انها فشلت، ان الديفايس ما كانش افكتيف. يعني انت دخلت وطلعت ما عملتش حاجه. ليه؟ الديفايس ما كانش افكتيف او الاوبريتور ما كانش افكتيف. فهم بيطوروا ديفايسز ثانيه. طبعا وانواع الديفايسز دي كتيره من ايام انا. يعني من ايام انا في 2013 كان في ديفايسز كتيره، فدلوقتي طبعا في اكتر. الناس اللي اخدين دكتوراه بس يبقى اورينتد باسماء الديفايسز، ولو كل واحده ليها ترايل بس سطرين او ثلاثه ملخصات صغيره كده.
نمره 2 في حته الريزيستنت هايبرتنشن ان انت تحط المينرالوكورتيكويد انتاجونست. دي مهمه جدا بقى، ما كانتش مكتوبه بالاسم في الجايد لاينز اللي فاتت، لا بقت مكتوبه بالاسم لانه لقوا انه معظمهم عندهم ايه؟ الدوستيرون بالظبط كده. فمعظمهم الديفايسز انت كان عندك، كان على ايام انا ما قريتش الجداد، كانوا نوعين من الديفايسز مبدئيا كده، سهم يمين وسهم شمال، كاروتد والطقم بتاع رينال. الطقم بتاع رينال ده كان نزل عليه بتاع ميدترونيك الاول، وبعد كده كان نزل بتاع سان جود، وكان فيه البالونه اللي عليها مالتيبل الكترودز، وكان فيه البتاع اللي شبه الباسكت اللي بتتفتح وعليها 8 سايتس، انا مش فاكر اساميهم ايه طبعا، انتوا هتذكروا الكلام ده، لكن كان فيه كذا ديفايس. الديفايس الاولاني خالص اللي اتعمل عليه كل الترايلز كان بتاع ميدترونيك 1 و 2 و 3 بتاع سمبلستي 1 و 2 و 3. هات لي بقى المسألة. ممكن. في الآخر خالص المسألة صح؟ هنبتدي بالمسألة وبعدين واحنا ماشيين نعدي على المسألة. أنت شلت المسألة بتاعت ريم؟ اه. طب استنى، هاتها بقى افتح لنا المسألة بتاعتنا احنا. هي 70 سنة هي ضغطه 180 100. طب هنكتب كده مع بعض. عندنا 70 years old male patient. جه الاوت بيشنت ولا اي ار؟ اوت بيشنت. جه الاوت بيشنت كلينك. انا بقول لك على النقط اللي هتعلم عليها ايه؟ يعني 70 سنه ده سن اهو. ميل ده ريسك. جه الاوت بيشنت مش الاي ار. دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. عنده ايه بقى؟ بابرش بتاعه 170 ارتيريال بلاد بريشر 170 اوفر 80 ميجرد فروم ذا رايت ارم. ده كان اول دايجنوز. فيرست تايم. فيرست دايجنوز هايبرتنشن. مع اي تحليل؟ الكرياتين 1.8 بس. سيرام كرياتين 1.8. اي لابراتوري ماركس ثاني ولا LDL هيموجلوبين سي عشان ما نصعبهاش. طيب بعد كده هنحط عليها بقى لو الهيموجلوبين A1C لو LDL. What's your approach to this patient؟ في حاجات ناقصه لازم تتكمل. هو مبدا بالظبط مبدئيا في روتين. هو احنا السيرم كريات بالنسبه لنا ده دليل على الكيدني فانكشن؟ خالص 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 خالص. ممكن 1.8 في واحد يبقى مايلد رينال امبيرمنت، وفي واحد تاني يبقى سيفير او مودريتلي سيفير، ده حاجه وده حاجه تانيه. طيب هنحط بقى من عندنا، اكتب بقى من عندي انه الهيموجلوبين اي 1 سي اوف ذيس بيشنت از 8.4، وانه الليبيد بروفايل بتاعه شوز توتال كوليسترول 280، ال دي ال 155، اتش دي ال 28، وانه الويست سيركمفرنس بتاعه 135 سم. كتير صح؟ كتير. 125 سم عشان عمرو بس وفايق شويه. عادي انت لو جبت الموزوره وقست على فكره هتطلع من القاعه هنا 3.45 سم. مش حوامل ولا حاجه. يعني عادي يعني. انا ممكن ابقى حمل. طيب. هنقول بقى واحد واحد كده، هنبتدي بعمرو كمودريتور معانا في السيشن. What is عمرو's approach؟ واحنا هنكمل معاه ومع بعض كده عشان هو الدرس ده ما بيجيش في الامتحان غير كده ومش هيتحل غير كده. بتوع الدكتوراه ممكن يجي لهم ايه؟ ريسنت ترندز ان ماجمنت اوف هايبرتنشن 2018. يجي سؤال نظري كده بخمس درجات او ب 10 درجات لوحده عشان يتكلم على الديفايسز والحاجات الجديده والسطرين ثلاثه الترايل بتوع كل واحده. بس لكن سواء ماجستير او سواء دكتوراه هينزل لك المساله زي ما بقولها لك كده، هي هتنزل كده. وطبعا في الشفوي هتنزل كده. قوم يا عمرو بقى قول، امسك الورقه في ايديك مفيش مشكله، وقول لهم كده هاو تو ابروتش ذيس بيشن. قول. اول حاجه بس نعمل كارديوفاسكولار ريسك اسسمنت. انه ذيس بيشن از ا بارت اوف ذا كارديوفاسكولار ريسك اسسمنت، فاحنا هنحط البيشن ده على على السكور على السكور سيستم. ايه مكونات السكور سيستم؟ رقم واحد. ايج وسكس. يعني كونه ميل ده ريسك. وكونه 70 ده ريسك. الايدج والسكس وايه تاني؟ والسموكينج تمام تمام والتوتال كوليسترول. اوكي هناخد من الحاجات دي الحاجات اللي معانا في المساله ونقول معانا 1 2 3. الحاجات اللي مش معانا هنطلبها. يعني احنا مش عارفين عنده سموكر ولا مش سموكر. فلو سموكر هيبقى في الخانه الاولى، لو مش سموكر يبقى في الخانه اللي جنبها. بس هو دايبيتك معايا تمام. يبقى في ناس ما بتخشش سكور.
اللي هم مين؟ تمام. يبقى this patient will not enter the school. مبدئيا كده هو هتقول this patient will not enter. ليه؟ لانه diabetic ولانه عنده evidence of target organ damage اللي هو ايه؟ renal impairment او serum creatinine. To evaluate the target organ damage properly. وايه تاني؟ وميكروالبومينوري صح؟ مش كده؟ طيب التارجت اورجان دامجز الثانيه اللي محتاج شايك عليها ايه؟ الريتينوباثي اي سي جي وايكو بيرفال ارتيريال ديزيز. انا عايز اسمع عن بنقيسها ازاي؟ وايه تاني؟ ايوه بالس ويف فيلوسيتي. ايه البالس ويف فيلوسيتي او الفيمورال بالس ريديال فيمورال بالس ويف دي ايه دي؟ انديكيتور اوف 6 فيلوسيتي. الله ينور عليك. بنقيس كاروتيد فيمورال بالس ويف فيلوسيتي لو اكتر من كام؟ 10 ولا 12؟ 10 متر بير متر بير سكند. انديكيشن اوف اورتيك ستيفنس وده في حد ذاته ريسك فاكتور. يبقى ممكن السؤال يمشي في الشفوي مثلا. التارجت اورجان دامج اللي هتدور عليه وهتدور عليه ازاي؟ ريتينوباثي هدور عليه بالفندس اكزامينيشن. نيفروباثي هدور عليه 1 اي جي اف ار، 2 كرياتينين كليرنس، 3 البومين كرياتريشن، 4 مايكرو البومينوريا. تمام. بريفرال ارتيريال ديز انكل بريكال اندكس لو اقل من كام؟ 0.9. يعني طبيعي انه يبقى 1 او 0.9 او اكتر. اقل من 0.9 ده مشكله. امال الكريتيكال ليمب اسكيميا لو اقل من كام؟ 0.4 او 0.3. تمام. قبل كده كان 0.3 تعدلت بقى 0.4. ونمره 3 الكاروتيد فيمورال بالس ويف فيلوسيتي لو اكتر من 10 متر بير سكند. حلو. دي حاجات انت هتكمل عليها. يعني اقول لك هاو تو ابروتش ذيس بيشنت. انا عندي 1 2 3 هكمل عليهم 4 5 6. يبقى كل ده ابروتش اهو. طيب معانا ايه تاني في الهيموجلوبين؟ هيموجلوبين اي 1 سي. حلو قوي. احنا بنشخص الديابيتس على هيموجلوبين اي 1 سي كام؟ لا يا فندم 6.5. ومعاه فاستنج. الله ينور عليك. ومعاه فاستنج ببتدي اعالج على هيموجلوبين اي 1 سي كام؟ 7. شبه البلاد بريشر كده. انت بتشخص هايبرتنشن على كام وبتعالج على كام وتارجت كام. هو من اول 6.5 باي ديفينيشن هو دايابيتيك. حضرتك بقى هتبتدي تحط علاج علشان الكارديوفاسكولار اوتكمز بتاعتك تتحسن على رقم 7. التارجت بتاعك كام؟ 7 مش 6.5. معنى ايه تاني؟ كيريات دايابيتس ديسليبيديميا. العيان ده كده احنا ما دخلناهوش لسكور عشان هو كان ايه؟ حلو قوي. في الجدول الفيري هاي ريسك ال دي ال تارجت بتاعه ايه او ايه؟ من الريدكشن صح؟ فهو ال 70 هتظبط معاك على الاثنين، هي نص ال 155 وفي نفس الوقت هي التارجت بتاعه. اقلله بايه؟ الله ينور. هاي دوز اوف هاي بوتنسي ستاتين. بمعنى اتورفاستاتين 80 بين قوسين اور 40، روزوفاستاتين 20 ل 40. يعني انت لو تقدر توصل للكوليسترول ده مثلا بزيت الزيتون وحبايه الثوم ينفع؟ لا، اصل هو الستاتينز في حد ذاتها ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، غير انها دواء كوليسترول بيحسن التحليل. ليها بليوتروبيك افكت او اذر افكتس اوف ستاتين. بتعمل حاجه مهمه جدا اسمها بلاك ستابيلايزيشن. اصل حضرتك الكارديوفاسكولار ايفنتس 50% منهم بيجي من تايت بلاكس ولا نون تايت بلاكس؟ نون تايت بس اسمهم فولنربل بلاكس. ندخمق شويه عشان الدكتوراه. حضرتك ممكن تديتكت الفولنربل بلاك ازاي؟ سي تي. سي تي مهمة جدا ولو انفيزيف بالايفاس والاو سي تي. طيب وهي البلاك كل ما بتكون فولنربل كل ما الفايبرس كاب بتاعها بيكون ارفع ولا اتخن؟ أرفع. ارفع. يبقى ذا ثينر ذا فايبرس كاب ذا مور ذا كوليسترول كور او ذا ليبيد كور
The more the infiltration by neutrophils ومونوسايتس ومش ماكروفاجز the more vulnerable is the plaque. تخيل بقى انه معظم الكارديوفاسكولار ايفنتس او 50% منهم بييجوا من بلاكس. انت لو صورتها في الانجيوجرافي اقل من 50% دول بيجي عليهم ام اي 50%. حضرتك لو اديت بقى زيت الزيتون وحبايه التوم هينفعوا مع دول؟ مش هينفع. محتاج انت هنا الاستاتنز. يبقى الاستاتنز ليها ليبيد لورنج افكت وليها اذر افكتس او نون ليبيد لورنج افكت. حلو قوي. بالنسبه للدايابيتس كنترول ايه الحاجات لو احنا بنتكلم اورال؟ هنتكلم اورال ميديكيشنز فور دايابيتس. ايه الادويه الاورال المحبذه والادويه الغير محبذه؟ متفورمين نمره واحد. وده داخل معانا في اي كومباينيشن صح؟ يعني هو نمره واحد وهو داخل معاك في اي كومباينيشن. تمام. ايه تاني؟ تمام. لانه دايريتك افكت. مين بيبوظ الهارت فيلير؟ جليتازونز كلهم بالذات البايوجليتازون. الميتفورمين كان زمان في الجايد لاينز القديمه يقول لك لو هتعمل عن قسطره وقفه. موجوده في الجايد لاينز الجديده؟ اتشال. لا هيسووا فولو اب كده بس ما بيوقفوش. يعني معلومه ممكن تتسال لو حد ابديتد جدا. الميتفورمين احنا كنا بنوقفه قبل قسطره ب 48 ساعه. ايوه فعلا. دلوقتي بنوقفه لا بس بنقيس الكدني فانكشن. لانه ميتفورمين هو نمره واحد في كل الانتي دايابيتك كومباينيشنز لعيان القلب. اوكي. بالنسبه بقى للويست سيركمفرنس بالظبط كده. النورمال كام؟ 94 تمام حلو قوي. 102 182 في الرجاله و88 في السيدات. اللي هو يوازي في البنطلونات الجينز مقاس 36. يا واد استنى استنى بقى اصبر على امال النورمال ايه؟ النورمال 80 و94 و80 ماشي. النورمال 80 و94 التارجت 88 و102. 88 و102 ده يوازي في المقاسات بتاعتنا احنا مقاس 36 في الجينز. يعني اللي بيقيس ايه اللي انا بقول لكم بقى اهو. ما انت لازم تفهم. انت هتقول لي العيان هيمسك المزوره ويقيس؟ طب حضرتك انا تخين ولا رفيع؟ طب حضرتك يعني انا اقل لغايه امتى؟ لغايه مقاس حضرتك؟ انت 38 عشان انت كرشك 38 ما بيخشش فيك 38 اصلا. طب انت عندك مشكله كبيره. 36 يا فندم. اعلى يعني احنا بنقيس بص بنقص اعلى من الليفل بتاع البنطلون. ايوه بس ده يوازي انت عايز تشرحها للعيان. الامريكان جايد لاينز كاتبه يو شود اكسبلين تو ذا بيشنت انه السايز ده يوازي 36 في الجينز. اوكي؟ لانه 36 دي بالانشز ف 2.25 لو حسبتها هتطلع الرقم ده. طبعا احنا بنتكلم في 46 طبعا. بالنسبه ليوسف احنا بنتكلم في 28 بس مفيش مشكله. فهو احنا ممكن نضربكم انتوا الاثنين في الخلاط هتظبطوا مع بعض. طيب لو انا بعالج هايبرتنشن طب مبدئيا اول حاجه في علاج الهايبرتنشن احنا خلاص حطينا العيان يا دخل في السكور يا ما دخلش في السكور. يبقى اول رقم واحد اهو في اجابه السؤال اول باراجراف اهو. العيان بيتعالج وفقا لجلوبال ريسك اسيسمنت. في عيانين هيدخلوا في السكور وفي عيانين من كتر ريسك بتاعهم عالي مش هيخشوا في السكور. فانت كده فهمت المصحح انك فاهم يعني ايه عيان ويعني ايه ريسك اسيسمنت. رقم اثنين العيان بتاعي ده مش هيخش في السكور لانه دايابيتك وعنده تارجت اورجان دامج. ما ان انا دكتور فالتارجت اورجان دامج اللي هبص عليه باراجراف رقم 3 هو الريتنا الستيفنس اللي مش عارف ايه الالبومينوريا كذا كذا. هكمل الباراجراف ده. نمره 4 الاسوشيتد الحاجات اللي معايا ال LDL والهيموجلوبين A1C والويست سيركمفرنس. نمره 5 بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي العلاج. رقم واحد عندنا نون فارماكولوجيكال ميجرز بالظبط كده. لايف ستايل ميجرز قول سيسيشن اوف سموكينج. لو العين سموكر طبعا سيسيشن اوف سموكينج. فيزيكال اكتيفيتي 30 فيزيكال اكتيفيتي من 30 ل 60 خمس ايام في الاسبوع. تمام. انهي نوع من الاكتيفيتي؟ مودريت اللي هو ايه؟ قول للعيان ايه؟
قول للعيان يعمل ايه، روح العب في الجيم، شيل حديد، امشي امشي ماشي، سباحه تمام، ايه تاني؟ عجله، الله ينور عليك. لكن يشيل حديد ريزيستنس مش ممنوع على فكره، بس مش دي ريكومند، مش لو هتحسبها ليها حسبه تانية مكتوبه برضو في التفصيل في الامريكان جايد لاينز، ليها حسبه تانية، بس خلينا نقول انه مش دي ريكومند، ريكومندد الايروبيك تمام. الدايت اقل من 5 جرام سولت، وبنكرج فود اقل من 5 جرام سولت، انهي سولت؟ الكلام بتاع الدكتوره بقى، انهي سولت؟ هو السولت ده اللي هو ايه؟ صوديوم كلورايد؟ طب والصوديوم بايكربونات موجود في بيبسي وكوكا كولا؟ اه برضه يقل. طيب يبقى احنا لو بنتكلم على صوديوم بس كام جرام؟ 3.4 من 10 جرام بالظبط، برافو عليك. 3.4 من 10 جرام صوديوم او 5 جرام صوديوم كلورايد. لأن الصوديوم لوحده داخل فيه الصوديوم بايكربونات بتاع البيفرجز، ده بيعلي الضغط على فكره، بيعلي السكر طبعا. اوكي طيب ال 5 جرام دول هم معلقه الشاي الصغيره. مبدئيا كل ما هو بجوار ذلك في مصر، مخللات، الطرش، جبن القديمه، الفسيخ والرنجه، الشيبسي بالملح، كاراتيه بالكباب، مش عارف ايه بالكرانشي مش عارف ايه، صح؟ مش كل ده ملح؟ هو ده اصلا ده مش داخل في الحسبه، فده حضرتك ممنوع. عشان كده في مصر عيان الضغط غالبا 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 لازم يبقى في الكومباينيشن بتاعه دايوريتيك، لان حضرتك بتقول له قلل الملح في الاكل، ده لا يشمل خالص كيس المخلل اللي بيتاكل مع سندوتشات فول والطعميه بتاع الصبح واحنا بنفطر مع موظفين، ملوش علاقه. هو الدكتور قال لي قلل الملح، فانا ضربت 2 سفن وكلت 2 فول و2 طعميه و2 بدنجان ومعاهم كيس طرش. لو حضرتك انت خدت الملح بتاع الشهر كله حضرتك فكده تموين الشهر عديته في يوم. لا ما هيك ده احنا بنوقف عنه تماما. انت بتقول ايه العين بتوقف عن ده، وملح الطعام في حدود المعلقه الصغيره اللي هي ال 5 جرام بتاعت ساعات تمام. ليه؟ بقيت الاكل بقى، بقيت الاكل، بقيه الاكل في دايت مشهوره قوي في الاوروبيان سوسايتي. ماشي انت مستعجل، ده امريكا، ده اختصار ايه؟ دايتري ابروتشز تو ستوب هايبرتنشن. ضايعين فين الدكتوراه؟ ما انا بقول انتوا جايين تفكروني النهارده. طيب دايتري ابروتشز تو ستوب هايبرتنشن، ونزل منها اتنين دايتس داش 1 وداش 2، دول امريكا. على فكرة قبل ما الامريكان ما يعمل الكالكوليتور كان في عندهم ريسك سكور عاش سنين وسنين وسنين، اسمه ايه؟ الله ينور عليك، فرامنجهام ريسك سكور. فهم الامريكان عدوا مرحلة الفرامنجهام ريسك سكور بعدين الكالكوليتور. اليوروبيان شغالين على السكور، ماشي؟ الامريكان عندهم الداش دايت، داش 1 وداش 2، دايتري ابروتشز ستوبنج هايبرتنشن. اليوروبيان عندهم دايت مشهورة قوي اسمها ايه؟ ميديترينيان دايت، واتعمل عليها ترايل مشهور قوي سنه 2013. عارف يا شيف؟ عارف يا صابر؟ بيور؟ لا ما جاتش بيور، ما جاتش بيور، هقولها لكم في اخر المحاضره. الترايل دي كانت اللاند مارك ترايل اللي دخلت كلمه ميديترينيان دايت في الجايد لاينز. هي كانت معموله حوالي 18,000 عيان على ما انا فاكر، وكانوا بيقارنوا الدايت بتاعه الميديترينيان اللي هي موجوده في الجريس والايطالي والسبين مقارنة بالدايت النون ميديترينيان بتاعت بقية اوروبا. ولقوا ان الترايل دي على مدى 5 to 8 years of follow up عملت كان ليها effect في reducing البرايمري اند بوينت اللي هي كانت كومبوزيت من الكارديو فاسكولار مورتاليتي والكارديو فاسكولار ايفنتس والسيربر فاسكولار ايفنتس بمقدار قد ايه؟ 27%. رقم كبير قوي. مكوناتها ايه بقى؟ الميديترينيان اه ايه اللي موجوده في الجايدلاينز ودي حاجات ايه اللي موجوده في الجايدلاينز؟ اللي هي بروتين تيك بقى الكربوهيدرات الاول 40 45%. اول حاجه لو كربوهيدرات انه 40% من التوتال كالوريك انتيك يبقى كاربس او اقل. يبقى انه نوع من الكربوهيدرات العصير ولا الحاجات اللي بتتفكك بصعوبه؟ الله ينور عليك. ايه قيمه ان انا اكل كومبلكس كربوهيدرات؟
انه بالظبط الترانزيت تايم بتاعه في الجي اي تي اسرع من ان الجسم يهضمه ويفككه، لانه موليكيولز الجلوكوز بتاعته كومبلكس مع بعض، على بال ما يفككها مش هيلحق يعلي السكر في الدم. عكس علبه عصير التفاح، حضرتك شربتها بعد 10 دقائق تلاقي سكرك ايه؟ يبقى ده سيمبل شوجر وده كومبلكس شوجر. الفايبرز قد ايه؟ 200 جرام 200 جرام 30 جرام فايبرز. الفروتس 2 ل 3 سيرفنجز، السيرفنج قد ايه؟ 200 جرام. السيرفنج 200 جرام. الفيش كم مره في الاسبوع؟ مره او مرتين. انهي نوع من الفيش؟ اويلي فيش. زي ايه؟ وايه تاني؟ والتونه. التعبين صح، لكن السلمون والتونه يعني مشهورين السلمون والتونه. انت عاشقه اسماك شكلك كده زي حالاتي. ماشي؟ مش البولت يعني. مش بولت المجاري اللي احنا بنعمله. ايه تاني؟ الفات ده الفات قد ايه؟ 10% التوتال فات اقل من 30 والساتيوريتد اقل من 10%. اقل من 10%. يبقى قلنا الدايت وقلنا الاكسرسايز وقلنا السيسيشن اوف سموكينج. التارجت ويت ولا التارجت بودي ماس اندكس؟ بودي ماس اندكس. الاوفر ويت يبتدي من بودي ماس اندكس كام؟ يعني نورمال تحت ال 25. من 25 لكام اوفر ويت؟ 30. 30 واكتر من 30 واكتر من 40 موربيد. خلصنا كده النون فارماكولوجيكال ميجرز اللي هم ظهر الروشته. وش الروشته بقى هيشمل ايه؟ الميديكيشنز او العلاجات اللي هياخدها هذا العيان. في حاجه اسمها مبدئيا كده حضرتك الجايد لاينز بتقول الكومباينيشن ثيرابي كبيلز احسن ولا السنجل ثيرابي هاي دوز؟ سنجل بيل كومباينيشن، يعني الحبايه الواحده اللي فيها كومباينيشن. لو العيان ما عندوش كومبيلنج انديكيشن لحاجه معينه، ايه البيست كومباينيشنز اللي اديها العيان؟ طب الكلام ده جه منين؟ الكلام ده جه من الميتا اناليسيس بتاع كل الترايلز بتاعت الهايبرتنشن. لقوا انه الكارديو فاسكولار مورتاليتي والكارديو فاسكولار ايفنتس بتقل مع تقليل رقم البلاد بريشر بغض النظر عن الايجنت يوز، الا في حالات الكومبيلنج انديكيشنز. بمعنى الهايبرتنشن مين ايفكت بتاعه اصلا، على فكره دي مفاجاه بقى، سيريبرو فاسكولار وليس كارديو فاسكولار ايفكت. يعني مصيبه الهايبرتنشن نمره واحد الجلطات المخيه، نمره واحد مكرر مشاكل القلب، دي معلومه حطها في ذهنك. نمره اثنين تقليل الكارديو فاسكولار والسيريبرو فاسكولار ايفنتس، دي اول باراجراف على فكره في الجايد لاينز الشيء في الفول تكست جايد لاينز ميتا اناليسيس اوف اول هايبرتنشن شوت ذا any agent used with mean reduction of arterial blood pressure اعتمد على النمبر. الله ينور عليك. ليه في دراجز احسن من دراجز؟ عشان حضرتك عيان الهايبرتنشن ما هوش رقم. نادرا ما تلاقي عيان هايبرتنشن بس كل مشكلته في حاله عنده ضغط بس، هو غالبا عنده حاجه تانية مع الضغط. الحاجه التانية دي دخلته في دوامه الكومبيلنج انديكيشنز. هتيجي سعادتك تقول لو العيان اسكيميك هارت ديزيز وذ نورمال ال في فانكشن تدي ايه؟ بيتا بلوكرز هنا ليها مكان. لو اسكيميك هايبرتنشن وذ ال في ايجكشن فراكشن اقل من 40% ايس واربس وبيتا بلوكرز. ايس او اربس لو الايس كونترا انديكيتد او ما نفعتش تدي الاربس وتدي البيتا بلوكرز. طيب لو peripheral arterial disease اس واربز وتقل البيتا وتبعد شويه. طيب لو chest disease واكتف برونكيال اسما البيتا هنا ممنوع كالسيوم اكتر. طب انهي كالسيوم شانل بلوكر في ايجكشن فراكشن تحت ال 40 ممنوع؟ ما ينفعش حد يدي التيازيم ولا ايزوبتين في عيان ايجكشن فراكشن تحت 40%. ممكن ندي نورفاسك مش هي ممكن ندي نورفاسك. سمعتوا
عن البولي بيل كومباينيشن اللي هي فيها اتورفاستاتين. لا انا هقول لك البولي بيل وانت تقول لي دي ايه عشان دي طلعت نتيجه ترايل معينه. لا مش اللي في الهند، احنا مالنا ومال الهند، اديني فرصه اتكلم. دايما متعجل كده تضيع مستقبلك ضاع خلاص. اتورفاستاتين مع نوفاسك، نوفاسك ده اسمه ايه؟ لامودابين. نشتغل صح صح معايا كده، مع برندوبرين. الترايل دي كانت ايه؟ الله ينور عليك. كان في ترايل عظيمه جدا سنه 2005 اسمها الاسكوت ترايل. الاسكوت ترايل دي از ون اوف ذا لاند مارك ترايلز ان تريتنج هايبرتنسيف بيشنتس بين قوسين كده ان ريال لايف، لدرجه انها كانت اسكوت بي بي ال اي و ال 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 اي. يعني ايه اسكوت؟ بلاد بريشر لورنج ارم وليبيد لورنج ارم. كانوا بيدوا الاتورفاستاتين 40 مع الاملوديبين 5 و10 مع البريندوبريل 5 و10 بناء عليها. دي كانت اول ترايل بتعمل كومباينيشن ما بين الاملوديبين وما بين البريندوبريل، وبناء عليها نزل بعد كده الكوفيرام 5 5 و5 10 و10 5 و10 10، ونزل بره الكومباينيشن ده حط عليه كمان قطور 40 وسموها دي الاسكوت بيل. تمام. الهدف بتاع الترايل دي ان انت تشوف الايفنت ريليتد للورنج بلاد بريشر بس، ولا ريليتد للورنج بلاد بريشر مع يوزنج سيرتن ايجنتس. فلقوا انه الاتورفاستاتين في وجود كومباينيشن الانتي هايبرتنسيف بتاع الاملوديبين والبريندوبريل قلل الكارديو فاسكولار اند بوينتس. وده يوريك انه مش كل الادويه زي بعض. وطلع منها سبست اشتغلت على السنترال اورتيك بريشر اسمها كافيه سبست. والكافيه سبست دي كانت من اوائل الترايلز اللي قالت انه الكالسيوم شانل بلوكرز مور بوتنت عن البيتا بلوكرز في تقليل السنترال اورتيك بريشر اللي هو مسؤول بشكل مباشر عن السيريبرو فاسكولار ايفنتس. مفهوم؟ لو العيان جريد 1 هايبرتنشن ممكن ابتدي فيه بسنجل بيل، صح؟ ينفع في العيان الرينا الامبيرمنت او اللي عنده مايكرو البومينوريا؟ نسيت اسالكم، لو العيان مايكرو البومينوريا الكومبيلنج انديكيشن هنا لمين؟ اس وار. في اربز بالاسم احسن من الباقيين؟ كاندي سرطان ده في القلب، بل سرطان في القلب برضو، بس عندهم برضو شغال. ممكن نعمل كومباينيشن ما بين الاس والاربس؟ لا في القلب، لا في الكلى بيعملوا، بس في القلب لا، احنا بلس 3. النقطه دي مهمه. طب ينفع اعمل كومباينيشن ما بين ايس او اربس مع الدوسترون انتاجونست؟ ينفع، بس بمونيتور مين؟ البوتاسيوم والكيدني فانكشن. بص اول جمله بقولها لك اهي. Among all anti-hypertensive drugs, ACE, ARBs, beta, calcium, diuretics بانواعها thiazide وthiazide like chlorosalidone indapamide have demonstrated effective reduction of blood pressure and cardiovascular events in a randomized clinical trial and thus are indicated as basis of anti-hypertensive treatment strategies. شفت؟ لما تقرا بقى الباراجراف ده في الفول تكست يقول لك لانه الكارديو فاسكولار موربيديتي ومورتاليتي بتتحسن بتقليل الرقم بتاع ضغط الدم اللي هو مرتبط بشكل اساسي بحدوث الازمات المخيه والسيريبرو فاسكولار ستروكس. بريفيرابل كومباينيشن بقى اللي هي السطر الثاني شوت كومبرومايز ان راس بلوكر سواء ايس اور اربس مع كالسيوم او دايريتكس، بالرغم من انه اذر كومباينيشنز اوف ذا فايف كلاسز كان بي يوزد.
السطر الثالث it is recommended that beta blockers are combined with any of the other major drug classes لما في specific clinical situations زي الانجينا او البوست ام اي او الهارت فيلير او عندك في الكارديو عايز اعمل هارت ريت كنترول. نفس الكلام اللي احنا قلناه. الناس الكبار التارجت بلاد بريشر فيهم اقل من الناس التانيين. الراجل ده 70 سنه اللي احنا جبناه في المساله ده التارجت بتاعه كام؟ كريات كام؟ هنحسب له كريات كليرنس معانا الايدج ومعانا محتاجين ايه تاني ناقصنا؟ الويت. هنقول له الويت بتاعه مثلا 65 كيلو. احنا قلنا ان الويست كونفرنس 135 فده عيان تاني بقى. لو قلنا ان الويت بتاعه 65 كيلو تمام؟ حسبنا له كرياتين كليرنس. هو كل ما الويت ما يقل كرياتين كليرنس يزيد ولا يقل؟ يقل. يقل يعني احتمال يعني بالراحه. الكرياتين كليرنس كل ما يزيد دي حاجه كويسه. يعني كل ما الرقم ما بيقل ده عكس الكريات. الكريات كل ما بيعلى انا رينا الامبيرمنت اكتر. الكرياتين كليرنس كل ما يقل انا رينا الامبيرمنت اكتر. لما وزن العين يبقى صغير دي مشكله. والعينين الرفيعين او الصغيرين او اللي سنهم عجوز قوي دول داخلين على كريات 1.5 1.4 من 10 القسطره دول اللي بيجي لهم سي اي ان. خلي بالك من النقطه دي. حضرتك التارجت بلاد بريشر في العيان 140 ودايستوليك عشان ده كدني 85. هو الوحيد اللي عمل اكسبشن السي كي دي بالظبط 85 صح؟ اه في الدايستوليك في الدايستوليك سيستوليك زي ما هو سيستوليك 140 ودايستوليك 85 لا كلهم دايستوليك 80 مفيش 85 في الكدني كله 80 والسيستوليك 140 ولو اكتر من 70 سنه 140 دولار اكتر من 80 من 80 سنه الاوكتاجينيريان يعني لو هحط 2 بيلز خلي بالك بقى انت ال1 بيل اهي فيها ايس اور اربز زائد الكالسيوم زائد الدايريتيك اللي هما الثلاثه مع بعض حاجه شبه مثلا الاكس فورش مثلا ستيب 3 تريبل كومباينيشن هتاد سبايرونولاكتون لانه الالدوسترونيزم لقوه كومن جدا 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 ومسؤول بشكل اساسي عن ريزيستنت هايبرتنشن ولو كومبيلنج انديكيشن هتحط البيتا بلوكر هتبدي البيتا بلوكر في الحاله دي بيقول لك consider beta blocker at any treatment level لو في specific indications زي heart failure, angina, MI, AF او younger woman with or planning pregnancy حيث ان دول هو الموست سيفست في البريجنسي ما ينفعش ادي اس ولا اربس في البريجنسي بيعملوا ايه في البيبي؟ بالظبط دي عشان الجايد لاينز اللي قبلها. السلايد دي من الجايد لاينز اللي قبلها. ده كل جديد ده كل ده جديد؟ يبقى 150 زي ما انا قلت. 80 يا ابني ويد اباف 80 اهو 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 اباف 80 اقل من 150 لا لا يا دكتور بيقول امتى كونسيدر مونو ثيرابي مش مسترجع كونسيدر مونو ثيرابي ان لو ريسك جريد 1 لو السيستوليك اقل من 150 او ان فيري اولد ايوه لو السيستوليك اقل من 150 والتارجت 140 صح ليس كونسرفيتيف في الانتر طب الديفايس بيست ثيرابي اسمهم ايه بقى؟ تمام قصه الكاروتيد ساينس مساج ديفايس دي مبنيه على ايه؟ بالظبط طيب لو انا هسالك سؤال بس ده ادفانسد شويه يعني دكتوراه الدينرفيشن في حته ثانيه غير السيستميك ارتيريال هايبرتنشن ليه مكان في حته ثانيه؟ بالمونري في مين؟ برايمري بالمونري هايبرتنشن
اللي مش بيستجيب لاي حاجه صح. طيب ريزيستنت هايبرتنشن يعني ايه؟ يعني فيلد ان انا ريدكشن بروفيشنال ده كام دواء على انهي دوزز؟ وشرط تكون في ادرنس كويس يعني. ان عام بياخد الدواء ورغم ان هو بياخد الدواء والدوزز تو ذا ماكسيمم بثلاث ادويه وانكلودنج الاسازاي دايركت كده قول يا شيخ يعني جلوبالي كده فاكر هو كان عشان ما كان كذا كنت اللي هي فيلير تو اشيف بالدواء والعام بياخد الدواء واحنا فيلينج تو اتشيف الادويه او السوريت دوزز بس يكون كونفيرم بالامبلاتوري بروبشنيتوري ويكون برضه اكسكلودنج الدوزز بتاعه. ارقام الامبلاتوري ايه بقى؟ ارقام الامبلاتوري ايه؟ 130 على لا على حسب دي ولا حسب دي ولا دي ولا مين؟ 135 135 على 130 85 ده المين لان بيختلف من الدي للنايت تمام. والامبولاتوري ده يعني العيان مركب الجهاز زي الهولتر كده وبيجي لك بيه وانت بتحلل تمام. يبقى فيلير تو اتشيف ده رقم واحد. رقم اثنين اللي هم مين ومين بقى عمهم هم مكتوبين على السلايد اهو اللي هم الكلينيكال اللي هي تكنيكال انشنال مش كاتب عند الدكتور هو اللي مش بيدي افكتيف كومبينيشن ما يكونش فيه كوبن ماينز ما يكونش فيه اوبتيكال سبيكيشن هو السبب ان يكون الطب شر عادي. وايت كوت هايبرتنشن عشان كده برضه دي فكره الانفلاتوري ما وايت كوت هايبرتنشن يعني ايه وايت كوت هايبرتنشن؟ يعني يجي لك العياده ضغطه يعني وهو في البيت وانت كونفيرم ده بالامبولاتوري ضغطه مظبوط. في بقى ماسك هايبرتنشن العيان يجي لك العياده فيقول لك انا نازل اكشف عند الدكتور يوم الثلاث يوم الاثنين ان شاء الله بالليل هاخد حبايه الضغط يوم الثلاث الصبح هاخد حبايه الضغط والبس القميص المكوي وانزل اقابل الدكتور الدكتور يقيس الضغط اللهم صل على النبي ده انت جميل حاجه تحفه يا حاج ده انت عظيم. يطلع مع الدكتور وهو مروح يعدي على الفسخاني يجيب اكل الفسيخ ورنجه المتينه يتعشى هو والمدام يجي لهم هما الاثنين بالمونر قديمه بالليل هو يجي له بالمونر قديمه وهي جالها ستروك ماسك هايبرتنشن وانا عندي امتحان بكره اذاكر لا دقني والبس ومش عارف ايه لكن انا في حياتي العاديه حاجه ثانيه خالص ما باجيش الاسم اصلا. وفي السكند هايبرتنشن طيب ريكومندد تريتمنت اوف ريزيستنت هايبرتنشن ان انت تقلب الحاجات اللي احنا قلناها دي يعني رقم واحد اول حاجه ري انفورسمنت اوف لايف ستايل ميجرز سبيشالي صوديوم ريستريكشن يا حاج لو سمحت ما تعديش على الفسخان. نمره 2 اديشن اوف لو دوز سبايرونولاكتون تو ذا اكزيستنج تريتمنت ودي مهمه جدا 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 لان معظم العيانين عندهم ايفيدنس اوف الدوسترونيزم. نمره 3 لو مش بيستجيب على السبايرونولاكتون نحط ادي الدايوريتك تحس ان هو بيكتب الجايد لاينز للعيانين المصريين. نمره 4 ممكن احط الفا ان اديشن بس انت ما عندكش حل كان زمان بيقول لك اعمل دينيرفيشن دلوقتي شالك الدينيرفيشن وهتروح فين؟ ما انت ما قدامكش انت قاعد في الصيدليه بتجيب من على الرف ما قدامكش حل. هو اشمعنى دكتور حد دي يعني دي حاجه معينه يعني فورت انه بتتذكر ولا ممكن عشان هارت ريت لوورنج انا مش شايف له حاجه معينه يعني. دي بقى سلايد تقيله قوي ممكن بياخد ادويه ثانيه بتعلي الضغط طب هو نفسه ده الكلوروثاليدون اللي هو ثايازايد لايك دايوريتك والاندبامايد ولا الثايازايد الثايازايد مين احسن؟ يا يوسف يا عملاق قول الكلوروثاليدون اللي هو ثايازايد لايك والاندبامايد فيرسس الثايازايد بجد مين احسن؟ في افضليه لحد على حد؟ الثايازايد لايك دايوريتكس كومباينيشن فيرسس ثايازايد دايوريتك كومباينيشن في حاجه مفضله على حد وفضل الكلام ده موجود في الجايد لاينز لغايه الطبعه دي الله ينور عليك والاندبامايد تمام
وتشال بقى كله زي بعضه دلوقتي. الامريكان بتقول ان لا يزالوا بيقولوا ان الثيازايد لايك احسن من الثيازايد. ليه احسن؟ لان الثيازايد بتبوظ ايه؟ ميتابوليك بروفايل بتاع العين، بتبوظ الترايجلسرايد وبتبوظ الدايابيتس كنترول. والثيازايد لايك ملهاش الميتابوليك ديرينجمنتس اللي بتحصل مع الثيازايد. تمام؟ الافضليه تشال، لكن الاثنين موجودين عادي. هو كاتب لك حتى ذا فايف دراج كلاسز دايوريتكس، وكاتب لك ما بين قوسين ثيازايد وثيازايد لايك واندوبامين، كاتبهم زي بعض. هو بص قبل ما يكتب الجايد لاينز هو عارف كل ايه الاسئله اللي بتدور، هو عايز يحلها بقى، عايز يحسم القضيه، لان الامريكان لما نزلت فتحت جدل كبير قوي. طيب سكند كوزز اوف هايبرتنشن من الحاجات اللي بيحبوا يسالوها قوي قوي زي عينيهم في الشفوي، الحته بتاعت الاوبستراكتيف سليب ابنيا دي عشق. تفهمش يعني موضه عشق حته اوبستراكتيف سليب ابنيا سندروم. وايه الكورس سكور؟ ايه ده اللي هو اسمه سليبنج لاب، ده اللي بيروح ال يعمل التيست. طيب ايه مشكلته؟ اول حاجه البريفلنس بتاعه حوالي اقل من 10%، يعني عشر العينين بتوع السكندري هايبرتنشن. مشكلته في الناس الاوبيز الشورت نيك، لما بيناموا ايه اللي بيحصل؟ سوفت فلت، بيقع بيوبستراكت الاير واي، فبيحصل جدول هايبوكسيا. بيحصل جدول هايبوكسيا وهايبر كابنيا، بيحصل ستيميوليشن دي ريسبيرتوري سنتر، فالعيان يصحى نفسه يتقطع الاول، بعدين الاو 2 يقل والسي او 2 يزيد، السنتر يشتغل، العيان يفوق او يعدل دماغه، ياخد نفسه، وهكذا وهكذا وهكذا. الكرونيسيتي بتاع القصه دي، الكرونيسيتي بتاعت القصه دي بتؤدي الى هايبرتنشن. ازاي؟ سمباثيتك ستيميوليشن. الله ينور. علاجها ايه؟ تمام. الويت ريدكشن رقم واحد، رقم اثنين السيرجري اللي ممكن تتعمل، رقم ثلاثة الديفايس بتاع السي باب. الديفايس بتاع السي باب بيعمل ايه؟ كونتينوس بريشر، بوزيتيف بريشر، فالسوفت باليت ما بيحصلوش ان هو يقع يقفل لك الاير واي، وفي نفس الوقت مديك كونتينوس فلو اوف اوكسجين، فقصه الدي اوكسجينيشن دي مش هتحصل اثناء النوم. في دي رينج من ثانيه مصحوبه بالاوبستراكتيف سليب ابنيا سندروم غير الهايبرتنشن. الله ينور عليك. بيزود ريسك اوف دايستوليك هارت فيلير، او اللي هو هارت فيلير بريزرف اجكشن فراكشن. ممكن على اللونج رام بالمونري هايبرتنشن لو انتريتد، ولي فيري سترونج كو انسيدنس مع الستروك، فيري سترونج اسوشيشن ما بين اوبستراكتيف سليب ابنيا والستروك، لدرجه ان عينين اوبستراكتيف سليب ابنيا دول عندهم انسيدنس اوف تي اي ايز ترانزنت اسكيميك اتاكس اكتر من ناس عاديين، وبعضهم بيصحى احيانا على اتاك كده شبه التي اي اي تقعد معاه كام دقيقه وتفوق. مهم جدا الموضوع ده، بيحبوه جدا. في سيرفو فنتيليشن، ده نوع ما ينفعش في راتش فيد، يفرق ايه عن السي باب؟ انا مش عارف الحته تكنيكالي تفرق ايه بالظبط، لكن السيرفو فنتيليشن ده جهاز اكبر. السي باب ده حته بتاع صغيره زي الصفاره كده، بتتلزق على بقه، بتتلزق على راس المرونه. يعني لو احنا بنتكلم في الحاجات دي فتبقى دي حاجات سهله بقى لو هو سالني في الهايبرتنسيف ايمرجنسي، بس يهمني قوي لو جالك مساله مثلا سخيفه شويه اسوشيتد بعيان ضغطه عالي وعنده يونيلاترال باراليسيز واسوشيتد بتشيست بين، تفكر في اورتك ايه؟ اورتك دايسكشن. الحاجات المهمه جدا في الاورتك دايسكشن، الله ينور عليك، التارجت بتاعك او مش التارجت، الباثوفيسيولوجي بالظبط، الباثوفيسيولوجي بتاعك في التقليل، انت عاوز تقلل حاجه اسمها ايه على ايه؟ دي بي على دي تي. انت عاوز تقلل الشير فورس. يعني ايه شير فورس؟ الشير فورس هي قوه دفع الدم وهو طالع من القلب بالليفت فنتريكولار كونتراكشن، فعامل زي المقصله كده او المشرحه يشرح لك الوجود. ده بيعتمد على حاجتين مهمين جدا، عدد ضربات القلب وقوه كل ضربه.
فهنا البيتا بلوكرز ليها دور مهم جدا ولا لا؟ الله ينور عليك. حته لطيفه برضو. هايبرتنشن ديورينج بريجننسي، خلي بالك من نوعين، ست هايبرتنسيف وحملت وضغطها باظ اثناء الحمل، وست كانت نورمال وحملت فجالها الضغط. تمام؟ في جميع الاحوال حضرتك هتبدا العلاج بتاعك لو الست ضغطها كسر الكام؟ 140/90. يعني الانيشيشن اوف ذا دراج ثيرابي ان هايبرتنسيف بريجننت ليديز، سواء كانت دونو هو جستيشنال هايبرتنشن او الست كانت كرونيك هايبرتنشن ورثت باي بريجننسي، التارجت بتاعك لما حضرتك تبدا التريتمنت لما 140/90. طيب الادويه اوف تشويس لابيتالول والفا ميثايل دوب وكالسيوم شام بلوكرز اللي ممنوعين ايس واربز وطبعا رين الام. عايز تقول ايه؟ بس هو الرقم 140 ولا 160؟ بص ان ويمن وذ جستيشنال هايبرتنشن بري اكزيستنج هايبرتنشن سوبر امبوزد باي جستيشنال هايبرتنشن or with hypertension and subclinical organ damage or symptoms, initiation of drug treatment is recommended لما blood pressure اكتر من 140/90. In all other cases اللي هو لا هو كان قبل كده ولا عندها symptoms ولا complicated ب organ، يعني ضغط بس كده isolated، هنا عندك ال 150/95. طب hypertensive emergency 170/110. Severe hypertension هتدي intravenous، عندك اللابيتالول وعندك النايفيدبين مفيش مشاكل. ماجنيزيوم ليه دور عشان البري اكلامسيا والاكلامسيا. دي قلناها، كرونيك كيدني ديزيز قلناها، كرونيك ارت ديزيز قلناها. ستروك، الستروك نوعين، هيموريج وانفاركشن. الحته دي اتغيرت واتعمل لها جدول والريدكشن مش عارف ايه في اول ايه. بص بقى معايا هنا، in patients with acute intracerebral hemorrhage ده اللي هو هيموراجيك، immediate blood pressure is not recommended لو السيستوليك اقل من 220. يعني حضرتك هتقلل البلاد بريشر immediately فقط لو الجهاز متقفل، يعني لو الجهاز اتقفل، ما الجهاز تقفلته 260 خلي بالك، فانت تلعب في اخر 40 مللي فوق. لو انت حاسس انه الجهاز بيقفل معاك ادي اللي عنده ضغط، اذروايز لو سمحتي ارجوك ما تديلوش. طيب لو انت كسرت ال 220 اللي هو الجهاز اتقفل، هتنزله لغايه كام؟ وقف. طيب routine blood pressure lowering with anti-hypertensive therapy is not recommended with the exception. واحد هياخد الثرومبولايسس، هياخد الانترا سيريبرال تي بي اي بتاعه، فده حضرتك مش هينفع يبقى ضغطنا على 220، فحضرتك انزل بس 180/105 اول 24 ساعه. طيب الـ percent of reduction لو قسمت ال 180 على 220 يطلع لي 85%، يبقى الـ percent of reduction في اول 24 ساعه يبقى في حدود قد ايه؟ 15%. طب في الاسكيميك ستروك هبتدي العلاج بعد ايه؟ بعد قد ايه؟ مستعجل ولا ممكن ابطا شويه؟ after several days مفيش مشكله. بعد ما عدينا بقى الدايز دي كلها، التارجت بتاعي زي النورمال بوبوليشن كام لكام؟ 120/130 عادي مفيش مشكله. والادويه هنا مين الادويه اللي ليها افكت كويس على السنترال اورتيك بريشر وليها افكت كويس والاس او الاربس؟ بالظبط. اوكي؟ احنا على الاقل 15%. حلو. اول 24 ساعه؟ وبعد كده بقى تقلل عادي بالتدريج مفيش مشكله. ممكن تعمل ايه؟ لو مشينت اورجن دامج يعني عندي لا من غير لو بيتكلم على الهيمورج، بيتكلم على الهيمورج ولا الستروك؟ الستروك مقلك within days اهو.
in hypertensive patient with acute cerebrovascular event, antihypertensive is recommended after several days in ischemic stroke. مفيش مشكلة. يعني انت اول كام 24 ساعة 48 ساعة مش مشتغل انترافينوس في الرعاية. التارجت بتاعك لو هيموريج هتدي لو اكتر من 220 والتارجت بتاعك ال 180 او 15%. طب من 180 بقى لل 130 هيتاخد اورال بعد ما يطلع من الرعاية براحتك على مدى كذا يوم. فهمتني؟ تمام يا اشرف؟ تمام يا كيو؟ في الرعاية. لا انا فاكر في الفسيولوجي مش عارف الشباب يفتكروا عني طبعا لان هم كان في الفسيولوجي انه السيريبرال اوتو ريجوليشن ده بياخد من 5 لـ 7 ايام عبال ما يظبط. عشان كده حتى اي عيان ضغط حتى لو 160 170 عادي ماشي على رجليه وجالك العياده واديت له دواء ضغط اول يومين ثلاثه وضغطه 140 بيقول لك انا دايخ. انا فاكر القصه دي كانت بتاخد من 5 ل 7 دايز على بال ما تظبط لانها يعني انت مش بتدي الدواء فبتظبط في ساعتها. لا it takes time. Hypertensive with atrial fibrillation, rate control طبعا البيتا بلوكر والنون دايهيدروبيرايدين كالسيوم شان بلوكر. لو هارت فيلير طبعا مفيش مشكله. Lower extremity arterial disease combination نفس الكلام الريس والكالسيوم لكن الراس والكالسيوم لكن البيتا بلوكر may be considered هنا 2B بالذات خلي بالك لو ليمب اسكيميا. طب لو جالك بقى بري اوبريتيف اسيسمنت المساله في شكل تاني بدل راجل كبير وسنه كذا وكذا جالك شاب وداخل يعمل عمليه وضغطه كان عالي. اي عيان طبعا اكيد داخل عمليه هيقيس الضغط. لازم دكتور التخدير يعني اتليست هيلف الكف على ده ويقيس له الضغط. ده اسمه سكريننج فور هايبرتنشن. يبقى راجل داخل عمليه هيعمل سكريننج فور هايبرتنشن. طيب. During the perioperative period اهم حاجه واحنا بنرد على الريكوستات دايما كنا بنقول نمره واحد افويد هايبو سلاش هايبرتنشن صح؟ في الرد على الريكوستات دايما في البري اوبريتيف لانه الفلكتويشنز افويد الفلكتويشنز في البلاد بريشر. طيب هل ممكن ااجل عمليه عيان عشان ضغطه؟ فيما نظر كلاس 2 بي. نون كاردياك سيرجي مي نوت بي ديفيرد ان بيشنت وذ جريد 1 او جريد 2 لو السيستوليك بلاد بريشر اقل من 180 او 110. يعني في معظم الاحيان العيان هيخش يعمل عمليه وبلاد بريشر بتاعه يبقى كنترولد جوه العمليه. طيب البيتا بلوكرز بلس 1 هنا كمل عليها لازم بالظبط كده. لو كان جريد 3 هايبرتنشن هتدخلي هنا في قصه العمليه بالظبط. العمليه ايرجنت او لايف سيفنج هتدخلي وتظبطي ضغطك جوه العمليه مع دكتور التخدير بالانفيوجنز. العملية ممكن تبقى postpone. The guidelines بتقول لك 1 و2 ظبطي وادخلي، 3 بيقول لك ممكن تأجلي شوية لغاية ما تظبطي لو العملية ما هياش، لو العملية urgent تشتغل يعني. الاتنين مع بعض. هنقولها اه. انا اعرف ليه تشيل ما يطلعش بس انت محتاج لا وصلت وصلت انت محتاج احمد رزق يبقى يا سنه كان هيظبطك دلوقتي. اللور بلاد بريشر تارجتس موجوده في الامريكان عن اليوروبيان. الاثنين فيهم الامبولاتوري والاوفيس عشان الماسكت والوايت كوت هايبرتنشن والاثنين عاملين جداول فيها ارقام للاوفيس بلاد بريشر كدايجنوزس وكتارجت وللامبولاتوري بلاد بريشر كدايجنوزس وكتارجت. فدي الحاجات المتشابهه والاثنين طالعين ايفيدنس جايه من راندومايز ترايل وزي ما قلت لك الميتا اناليسيس بتاع راندومايز ترايل. القصه الميتا اناليسيس بتاع مين ومين ومين دخل في الاحصاء بتاعه الامريكان فطلعوا انه البلاد بريشر يبقى 120 80 وما دخلش في اليوروبيان فما طلعوش هذه الارقام. يعني هي قصه احصائيه، انا دخلت ترايل من 1 ل 10 وهناك دخلت ترايل من 1 ل 12 ف 11 و 12 فرقوا معايا في الامريكان عن اليوروبيان. في الامريكان جايد لاينز التقسيمه ستيج 1 هايبرتنشن جايب 130 ل 140 سيستوليك او 80 ل 90 دايستوليك.
بينما في اليوروبيان معاك لغايه ال 160 وفي الدايستوليك لغايه ال 100. يبقى في التقسيم سيميلر لايف ستايل في الاثنين، في الامريكان بيقول لك الداش دايت وفي اليوروبيان بيقول لك الميديترينيان دايت. في اليو اس البلاد بريشر لوينج ميديكيشن از ريكومندد فور سكندري بريفنشن اوف ريكورنت كارديوفاسكولار ديزيز ان بيشنتس وذ كارديوفاسكولار ديزيز اند ستيج 1 اور ثريشولد اوف 130 او 80 and the same threshold for primary prevention in adult اللي طالعين على الكالكوليتور بتاعهم 10 or higher. لو الريسك مش 10 او higher يعني low risk او absence of cardiovascular disease event الثريشولد 140-90 يعني بيقول لك في الحته دي هما شبه الاوروبيين. لكن لو الريسك عالي قوي خليك عالي قوي في الريدكشن. The more conservative European guidelines suggest considering drug treatment in only very high risk with cardiovascular disease especially coronary artery disease لو blood pressure في الرينج بتاع 130 ل 140 ومن 85 ل 90. لكن اللي احنا قلناه بقى لو العيان ده رقم واحد ولو العيان ده رقم اثنين، لو العيان ده رقم اثنين بقى يعني ما عندوش الريسك ده is suggested at that threshold in low to moderate risk in or target organ damage after 3 to 6 months of lifestyle intervention. الحته اللي انا قلتها لك في الاول خالص لما قلت لك بتدي العيان فرصه weeks or months of lifestyle intervention الا لو العيان ده طالع بره السكور سيستم او السكور شارت لانه فيري هاي ريسك. European guideline threshold for treatment الاوفيس 140 دايستوليك 90 في جميع السن ما عدا 80 سنه واللي اكتر من 80 سنه 160 90. Recommendations are similar في الديابيتكس، في الكرونيك كيد ديزيز، في الكورونري ارتري ديزيز، في الستروك ترانزيت اسكيميك اتاك. في الاوروبيان التارجت في الدايابيتس الكورونري ارتري ديزيز او الستروك كلهم 120 ل 130 و70 ل 80 فور 18 ل 65 و130 ل 140 و70 ل 80 65 لاكثر من 80. في كرونيك كيدني ديزيز من 130 ل 140 في اليوروب في الامريكان اقل من 130 80. لا لا خالص الحته اللي قلناها في الاول خالص اهي management of cardiovascular risk دخل عن في السكور سيستم في الهاي او فير هاي statins انتي بليتلس. الانتي بليتلس يا يوسف لو عنده ستيبلس يوسف لو نزل لك سؤال في الدكتوراه كده there is a debate about anti platelet therapy in primary prevention where are we standing now يعني انا عايزك تاخد بالك من النقطه. يعني احنا بنقول دلوقتي ان الاسبرين لكن وزعه بنبني على الناس كلها ده بقى عليه كويستشن مارك، لكن الستاتين معلوش كويستشن مارك. خدت بالك؟ يعني احنا ايه حاولنا المره دي نقولها بطريقه مختلفه شويه بس بطريقه الامتحان، واعتقد هو ده يعني اللي يهم الناس كلها. الحتت الادفانسد بتاعت الدكتوراه اللي ممكن يتسال فيها ديفايسز مكاننا فين دلوقتي واحنا واقفين فين. ما تسال فيها برضو عادي مفيش مشكله. انت لازم اوبستراكتيف سليب ابنيا تسال فيها.